السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ميزة من مزايا ZBuilder، وهو منصة متخصصة في إنها بتجمع كل التخصصات المختلفة في المشروع. أعمل سيلكت على المشروع وأقول له وريني الفيور، وأختار المشروع اللي أنا عايزه وهقول له فيو، فيبدأ يفتح لي المشروع. زي ما شايف الموضوع خفيف، بيفتح المبنى رغم إن هو تقيل في ثواني. أقدر أقول له هنا بلو أب. بلو أب يعني إيه؟ يعني افصل لي العناصر عن بعض بحيث ان انا اشوف الحاجه دي مكونه من ايه. يعني ممكن اقول له افصلهم لي في اتجاه الاكس بالشكل دوت، تمام؟ فابدا اشوف دي الحاجات الخارجيه، دي الحائطات الداخليه، وهكذا. تقدر تشوف المشروع بالشكل دوت. ممكن تقول له لا، افصلهم لي في اتجاه الواي بالشكل دوت، افصلهم لي في اتجاه الزد، تمام؟ فبيطلع معايا المباني بالشكل دوت، تمام؟ وده بيساعدني ان انا ممكن اخدها كصوره واحطها في البرزنتيشن.